أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم قول الرجل لآخر: حرام علي سجدة لله إذا ذهبت إلى منزلك، وذلك بسبب سوء تفاهم، وماذا يجب عليه إذا ذهب؟ حرام إيه؟ علي سجدة لله. إيه؟ هذا كلام لا يجوز، عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ولا يحرم السجود، بل لا يحرم المباح، لا يحرم الطعام، لا يجوز تحريم الحلال، وإذا فعله فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حرم السجود الذي هو عبادة لله عز وجل؟ فهذا لا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين. نعم.